التمرين الاول جو سو كي لدينا الطرف الاول جي ابوستروف عباره عن ضمائر شخصيه او لي برونو بيرسونال جي ابوستروف تي ال ال نو ف ال اس ال اس في الطرف الثاني لدينا بالطبع الفعل ايمي او لو فيرب ايمي في الحاضر او بريزون او كما نقول لدينا في اللغه العربيه الزمن المضارع لدينا ايمون ام 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 ايمي كما نلاحظ في النطق هذه كلها تتشابه كما قلنا بالطبع هذا عبارة عن تطبيق لما درسناه في درس كتاب القراءة بالنسبة للفعل إيمي وتصريفه في الحاضر مع جميع الضمائر الشخصية إذن هذا عبارة عن تطبيق نبدأ التطبيق إذن جي أبوستخوف أو مع الضمير الشخصي أنا نقول جام إذن جام أ على إذا جيم غليسي سور لو غلاسي غليسي سور لو غلاسي أو التزلج على الجليد كما نلاحظ هنا في الصورة تي إم إي إس على فا إذا إي إس إن إس إي إس كما قلنا في درس القراءة إذا تي إم غليسي سور لو غلاسي إل إل M glissé sur le glacis. Mais taba E à la fin aussi. Le hô, mit le je. Aouji apostrophe Neufs en E, E. Ma ne, ne zimon. Ne zimon glissé sur le glacis. Ma ve, veut zimi le zimi E z à la fin. Glissé sur le glacis. مع ايمو e إو إن إس، إو إن إس أو إو إن إس، مع ڤو لدينا النهاية في الفعل إو زيد، ڤو زيمي كليسي سور لو كلاسي، إل افيك إس، إل افيك إس، إم، النهاية هنا إو إن تي، إم وتقرأ إم، مثلها مثل باقي الصيغ هنا الأربعة، إم إم.

طبعاً علامة استفهام جملة استفهامية عبد العزيز سي لا دي بول دو نيج كو بالطبع جي أبوستروف إذا جيم إذا الصيغة المناسبة هي إم أو على فا إذا عبد العزيز سي لا دي بول دو نيج كو جيم سفيان فو مع فو كما قلنا هنا فو مع إيمي Veux-Zimi, Eden veut Zimi. Sofiane veut Zimi aussi faire un bonhomme de neige. Veux-Zimi aussi faire un bonhomme de neige. Mohamed, oui, ne, ma non, madame Stamil, Stamil, imon. Donc, nous imons, nous imons les jeux divers. كما نلاحظ هنا علامة علامة تعجب في آخر الجملة إذن عبارة عن جملة تعجبية كما درسنا في الدرس السابق فراز إكس وتقرأ هكذا محمد وي نزيمون لي جو دي فيغ 3 نميرو تخوا جو سولين لو لدينا هنا ثلاث جمل الجملة الأولى La neige tombe toute la nuit. Elle jette la dernière. Lina fait des boules de neige toute la journée. Elle jette la dernière. El elle glisse dans la rue. Il fait. Elle jette La neige tombe toute la nuit. La le sujet voit la neige. La neige puis elle jette la dernière. Lina fait des boules de neige toute la journée. Le sujet si Lina. Il donne elle glisse dans la rue. إذن، donne le sujet fait de elle, elle glisse dans la rue. كما نلاحظ هنا في الجملة الأولى لا نيج لو سوجي هو عبارة عن موضوع أو الموضوع الذي نتكلم عنه إذا لا نيج طومب توت لا نوي أو التلج يسقط كل الليل لا نيج هنا عبارة عن نو كومان لانير عباره عن اسم مشترك او نو كومان في الجمله الثانيه لدينا لو سوجي هو لينا سي لينا اذا لينا اسم فتاه او نو بروبر يبتدئ بماجسكيل لينا اذا نو بروبر ال هنا عباره عن ضمير شخصي او برونو بيرسونال هي ال اذا لو سوجي قد يكون عباره عن نو كومان او نو بروبر أو ضمير شخصي بالطبع ضمير شخصي أو لو برونو بيرسونال قد يعوض نو كوما أو نو بروبر بالنسبة لي اسم العالم واسم الجنس لمن لا يميز بينهما أو لا يستطيع التمييز بينهما سوف أترك رابط الفيديو في صندوق الوصف Quatrième exercice. Je lis le texte puis j'entoure le sujet de la phrase. le sujet le En hiver, il fait froid. Il neige dans le jardin. Amir fit un bonhomme de neige avec son frère Youssef. Mi Narimen vient jouer avec eux. Avec des bulles de neige dans les bras, Tante Nadia vient à la risqueuse. La bataille de neige commence. Then, on est il y hiver, il Il froid, le jour est Il neige dans le jardin, il la a la chita. Amir fait un bonhomme de neige, Amir Sana Sana à Telge, avec son frère Youssef, Youssef. مي ولكن ناريمان ناريمان فيجوي افيك او إيه اتت لي تلعب معهم افيك دي بول دو نيج دون لي برا مع كرات الثلج بين طونت ناديا او العمة ناديا فيا على ريسكوس اتت لي الدعم لا باتاي دو نيج كومونس او حرب او معركة الثلج بدأت le sujet En hiver, il fait froid. Il fait froid. Le sujet c'est si, « il il le pronom personnel il. Il fait froid. Il neige dans le jardin. Et dans le prono personal, il donne le pronom personnel il. C'est le sujet. Et il neige dans le jardin. Amir fit un bonhomme de neige. Et dans le sujet, si Amir, avec son frère Youssef, Mi, Nariman vient jouer avec eux. Nariman, et dans le sujet, si Narimen, avec des bulles de neige dans les bras, Tante Nadia, Tante Nadia vient à la risque Tante Nadia, le sujet. Tante Nadia, La bataille de neige commence, donne le sujet ici la bataille de neige. la bataille de neige, la bataille de neige La bataille de neige commence. Le sujet ici la bataille de neige. إذن كما قلنا لو سوجي قد يكون عباره عن ضمير شخصي كما هنا ايل ايل وقد يكون ال كما في التمرين السابق او يكون عباره عن اسم امير ناغيمان طونت ناديا بالطبع هنا اسم اعلم او نو بروبر امير ناغيمان طونت ناديا او اسم لا باتاي مشترك او اسم مشترك لا باتاي دو او نو كومة لا باتاي دو ولكن نلاحظ هنا مثلا الاسم يوسف يوسف نو او اسم عالم ولكن لا نحيطه بدائره لماذا لانه ليس بسجي اذا لا نحيطه بدائره اذا كيف نميز لو في النص اذا قاعده عامه أبخي لو سوجي اليا توجور لو فيرب يعني بعد لو يوجد دائما الفعل كما نلاحظ هنا يوسف لا يوجد بعده فعل وفي اخر الجمله يوسف لا يوجد بعده فعل اذا ليس بسوجي وانما اسم نو بروبر عادي اي ليس بسوجي Comme nous l'avons vu ici, le mot IL est aussi un verbe qui se traduit en FI c'est le verbe. IL neige. NEIGE c'est le verbe. Amir FI. FI c'est le verbe. Nariman vient c'est le verbe. Tante Nadia vient c'est le verbe. vient La bataille de neige commence. Le verbe SI commence. إذن كما نلاحظ بعد لو يأتي دائما الفعل لو الفعل وهكذا بالطبع الفعل فيرب سي إذن بعد لو يأتي دائما الفعل إذا لم يأتي بعده الفعل فهو ليس ب كما لاحظنا هنا مع الاسم يوسف 5e Je remplace le sujet par le pronom il. Le sujet est d'amir il. Le garçon a froid si l'hiver. Le sujet est le garçon. le garçon. Il a froid si l'hiver. 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 نقطة في آخر الجملة والحرف الأول ماجوسكيل أو حرف كبير الجملة الثانية son frère glisse sur le إذن لو سوجي سي son frère بي, بي glisse sur le glisse sur le الجملة الثالثة Le sujet, c'est le feu. Donc, on va utiliser « il ».« Il brûle toute la nuit ». Comme on l'a dit Il brûle toute la nuit ». Dans le Le cheveu fleur est mon légume préféré ». Donc, le sujet, c'est le cheveu fleur. Le cheveu fleur, on va il ». Il est mon légume préféré. Le jardin est te blanc. Et donc, le sujet c'est le jardin, il. Il est te blanc. Il est te blanc. Et donc, le sujet, le garçon, c'est un nom commun. Son frère aussi c'est un nom commun. Le feu aussi c'est un nom commun. Le chef c'est un nom commun. Le jardin aussi c'est un nom commun. le sujet, il y a toujours un verbe. Il y a toujours le verbe. Mais le verbe, on a fait le jumel. Le garçon a, c'est le verbe avoir. Il donne le verbe avoir. Le verbe avoir. A, froid. Son frère glisse. Il donne le verbe si glisse. Le feu brûle. Il donne brûle. سيَّ le verbe le chauffeur ي. ي, le verbe être le jardin, نفس الشيء le verbe être de blanc, blanc. إذا بعد لو ياتي دائما الفعل تمرين السادس Je regarde le dessin الاسم je إذن أنظر إلى الرسم في المطعم وأقوم بتعويض أو اسم العلم كما هو مبين هنا باللون الأزرق ماسينيسا ياسين ماجيد نادير بالضمير إل أو الاسم Et là, là-dedans, le jumelé. Oula, aime la salade, si la salade. Donc, il aime la salade. Ako mbitorwe, masinisa bi il, il aime la salade. La dernière, yasin aime le poliroti, si le poliroti. Donc, na widi bi il, il aime le poliroti. J'aime la Majid aime la pizza, donc il aime la pizza. Il. a le nom propre, Majid, bi -il, il. aime la pizza. Je me Nadir aime la soupe, donc il aime la soupe. Il aime la soupe. كما نلاحظ هنا جميع الاسماء في هذه الجمل جميعها هو عبارة عن نو بروبر ما ياسين مجيد اي نادير اسماء عالم في التمرين السابق كان جميعها عبارة عن اسم مشترك او نو كوما كما نلاحظ ايضا هنا بان لو سوجي ما سينيسا ام سالاد لو سي ما و

كما نلاحظ ايضا دائما بعد لو سواء اسم عدم ماسينسا او برونو إيل او اسم مشترك نو كما في المثال السابق أو في التمرين السابق يتبعه فعل دائما يتبعه فعل ام ام هنا الفعل نفسه ام

اسم الإشارة سو وهنا اسم الإشارة ست. إذن نحول الجملة أو نحول الكلمة بإضافة اسم الإشارة لدينا الجملة الأولى أو الكلمة الأولى لوميغ لدينا الكلمة الأولى لوميغ عبارة عن اسم مذكر مفرد لوميغ إذن لوميغ سي نو سينجولي ماسكولا سينجولي وكما نلاحظ يبدا بمحدد مذكر لو الذي يستعمل مع المذكر بالطبع اذا لو مير سي تان نو ماسكولا سينجولي سي تان نو ماسكولا سينجولي وهنا لا لاشاز لا شاز سي تان نو فيمينا سينجولي او مؤنث مفرد اذا هنا مع ماسكولا سينغولي او مذكر مفرد نستعمل سو سو ومع فيمينا سينغولي او مؤنث مفرد نستعمل سد. لمزيد من التوضيح ارجع الى الدرس السابق من كتاب القراءه اذا لو الجدار سو ميغ هذا الجدار لا الكرسي سيت شاز هذا الكرسي بالطبع هنا في اللغة العربية الكرسي مذكر وفي اللغة الفرنسية مؤنث لا ستشاز ست شاز إذا مع الكلمة الأولى لا كلاس أو القسم لا كلاس بطبع سيت في نو فيمينا أو مؤنث مفرد يحول إلى ست كلاس كما في المثال السابق أو في النموذج السابق لا ست شاز إذا لا كلاس سيت كلاس سيت كلاس كما نلاحظ هنا لا عوضناها ب سيت و كلاس بقيت نفسها كلاس اذا لا كلاس سيت كلاس قمنا بتعويض لا ب سيت لدينا كلمة الثانية لو تابلو نحولها بالطبع سو تابلو نكتبه حسب النموذج السابق تصبح سو طابلو بالطبع هنا لو طابلو سي نو سينغولي او سي تان نو او مذكر مفرد يصبح لدينا سو طابلو عوضنا هنا لو بي كما في المثال الذي قبله لو عوضناها ب سو و طابلو بقيت كما هي لم تتغير اذا لو طابلو سو طابلو الكلمة الثالثة لا تابل لا تابل بالطبع تبتدي ب ديتيرمينو لا لو ديتيرمينو لا هو مؤنث لا تابل سي تان فيمينا مفرد مؤنث اذا سي تابل سي تابل لا عوضناها ب سات كما في المثال السابق لو طابلي سي ان نو مذكر مفرد اذا يتحول الى سو طابلي اذا نقوم بتحويل لو الى سو او بتحويلها طابلي تبقى كما هي لا تتغير دونك سو طابلي اذا هنا لدينا لو بيرو سي ان نو ماسكولا يصبح سو بيرو اذا سو بيرو نفس الشيء نقوم بتعويض لو بي سو لو كاي نفس الشيء سو كاي سي نو سينغولي او مذكر مفرد لدينا هنا لا تروس اذا نفس الشيء سيت تروس لا تروس سيت تروس لانها بالطبع اسم مؤنث مفرد فيمينا سانجولي يبدا هنا ب لا نقوم بتعويض لا ب سيت ونكمل الكلمه سات تروس لو كارتابل سو كارتابل اسم مذكر مفرد اذا يبدا بلو نعوض لو ب سو سو كارتابل لو ليفر نفس الشيء سو ليفر لانه يعني اسم مذكر مفرد لو نقوم بتعويضها ب سو Le livre, tout ce livre. C'est le Exercice numéro 2, page 40. Je complète le dialogue par ce, cette, si. Okmil bi, ce, cette, si. Mais taba, ce, fit Almudakar cette, المؤنث المفرد و سي في الجمع. حوار بالطبع يدور بين هذين الشخصين البائع مسيو سليماني و المشترية مدام عمران. مسيو سليماني كاسكو ذو لي ماذا تريدين؟ مدام عمران أن كيلو دو فراغ فيغ. نلاحظ بأن لو مو فيغ ينتهي أس يدل بالطبع على الجمع. اذا نستعمل سي سي تستعمل في الجمع اذا ان كيلو دو سي فيغ ان ساشي دو اموند اموند هنا ايضا في الجمع اذا ان ساشي دو سي اموند اي دو فراغ noix نوا بالطبع لو مو Ça en le ou le il de X. Et de si Et de si Mais, s'il vous plaît, de Monsieur Slimani huile d'olive est bonne. Huile d'olive est bonne. Et c'est un nom féminin singulier, donc on dit. Cette huile d'olive, cette, cette huile d'olive est bonne. Vos envelis, elle te dit, madame Imane, madame Omran, oui, je veux aussi, courgettes, courgettes. C'est un nom pluriel, on utilise si, si courgettes. Si, courgette, i, farar, carotte, aïdan s, fi al kalima, idan fawa carotte, idan, i, si, carotte, Pour le kuskus de yana Monsieur Slimani, pani i bien l'heure, pani est bien l'heure. Panier, c'est un nom masculin singulier, il donne le stamil ma'ahou, ce. Donc, ce panier, il est bien l'heure. Madame Omran, ah oui, c'est la fête à la maison. Elle dit le jumla, il y a le jumla, il y a le jumla, il le jumla, il le jumla, il il y a le